مساء الخير واهلا بكم في اللقاء المتجدد في المعادله عندما تحدث لافروف عن الاصول اليهوديه لادولف هتلر غضب الاحتلال واستبشرت شعوب المنطقه بتوتر مقبل بين موسكو وتل ابيب وعندما تحدث الاعلام الاسرائيلي عن اعتذار بوتين شعر الجمهور بالخذلان بعد ان نفى الكرملين الروايه في بيانه عاد الارتياح مجددا زياره حماس الى موسكو اقلقت الاحتلال وابهجت انصار المقاومه في محاوله لتجنب التارجح بين التفاؤل المفرط والتشاؤم المبالغ فيه حول موقف روسيا من الكيان الاسرائيلي نحاول في هذه الحلقه تصور معادله هذا الموقف كيف تنظر روسيا الى الكيان الاسرائيلي وماذا يهمها في علاقتها معه هل هي حريصه عليه كما هو الامريكي على مدار عقود هل يمكن للتوتر ان يصل الى حدود العداء والسخط حول كل ذلك نناقش مع الأستاذ مكسيم شوفشنكو الكاتب الصحفي من موسكو أهلا وسهلا بك معنا مرحبا مرحبا في معادلتنا المعتادة الأسباب زائدا السياق تساوي الحدث في الأسباب ما هي أولويات موسكو في علاقاتها المتناقضة وفي السياق تاريخ العلاقة يهود روسيا والمهاجرون أي أثر في الأسباب أولا قوى تدور في فلك أمريكا وثانيا أصدقاء معادون للاحتلال لنبدأ مع السبب الأول في ورقة بحثية من إعداد جاوشا كريسنا الذي عمل ثلاثين عاما في المجال الحكومي والدبلوماسي في الكيان الإسرائيلي ونشاطات بحثية متعلقة في هذا المجال يتناول في هذا البحث المفصل العلاقة الإسرائيلية الروسية ويقول إن أهم هدف لبوتين هو استعادة روسيا إلى القوة العظمى في السياسة العالمية. لذلك يحاول الكريملين التودد إلى الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في المنطقة، الأردن، السعودية، مصر، تركيا، الكيان الإسرائيلي. والهدف ليس نزع الحلفاء من الفلك الأمريكي، وإنما إحداث شرخ في هيكل هذا التحالف الأمريكي الاستراتيجي، وبالتالي في توازن القوى. طبعاً كل هذا حسب حديث الباحث، أستاذ مكسيم، الكيان الإسرائيلي مرتبط عضوياً بالولايات المتحدة. حدثت المواجهة في أوكرانيا إنحاز للغرب تماماً، حتى أنه شارك في عمليات الإدانة، بما هو أعلى بكثير من عام 2014 بعد ضم القرب. كيف تنظر روسيا لذلك في علاقتها معه؟ Каблазалікадунакол, <Хотість>, то, э, падня евреі відлічається... отличецца. بالنسبة لروسيا ان انها تفهم اليهود بعكس ما انتم تفهمونه لان روسيا تعتبر ان روسيا هي بيت لليهود. وهناك فرق بين اليهودية والصهيونية واسرائيل. فالصهيونية الصهيونية تحاول ان تحول اليهود الى يمين ويسار و, 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 و وإسرائيليين والفرق كبير بين اليهود والإسرائيليين وهذه إشاعة كبيرة. فهناك يهود كانوا في لبنان وفي جنوب لبنان ودعموا المقاومه اللبنانيه هم يهود وشتاين هي شيوعيه واشتراكيه امريكيه وضد الصهيونيه مع ان اقربائها قتلوا في, في الهولوكوست وهي عضو في المحكمه الدوليه لذلك لا يمكن الجمع بين الصهيونيه واليهوديه وصهيونيه تحاول ان تدمج اليهود في اسرائيل مع ان اغلبيه اليهود هم ضد دوله اسرائيل واسرائيل وانا اعرض على اصدقائي في لبنان التفريق ما بين البروباغندا اليهود والصهيونيه وفي اسرائيل ايضا هناك قوى مختلفه هناك إسرائيليون يعترضون على الجرائم الإسرائيلية ويعترضون أيضا على المستوطنات الإسرائيلية وهن يعترضون أيضا على الفاشية الإسرائيلية نحن لا نقوم بحرب ضد اليهود إنما على جزء من اليهود الذين يدعمون الفاشية و... ويعتبرون سلفيين ويظلمون شعوب أخرى ولكن كيف تنظر أستاذ مكسيم روسيا الحديثة في علاقتها مع الكيان الإسرائيلي بشكل عام كيف تنظر إلى هذه العلاقة في الإطار العام وفي ضوء ما تقدمنا به كعلاقة سياسية نتحدث هنا الاسرائيليون يمتلكون تأثيرا قويا في روسيا وهناك ايضا امكانات واعتمادات رسيسي مادية رسيسي ضخمة كانت عند دول الاتحاد السوفيتي وتم تحويلها إلى البنى الإسرائيلية والعلاقات المتعلقة بإسرائيل إسرائيل هي مصبغة كبيرة لغسيل الأموال التي أخذت أموال جد كبيرة ضخمة عندما انهار الاتحاد السوفيتي وأيضا بالعمل مع بريطانيا وأمريكا وإسرائيل والنخبه الروسيه التي تدخل وشاركت في الاعمال هربت الى اسرائيل كانوا رجال اعمال واعضاء حكوميين هربوا من روسيا عندما بوتين لاحقهم وهربوا الى اسرائيل إذا هناك علاقة ما بين إسرائيل وروسيا وبين رجال الأعمال الذين يسرقون أموال روسيا نعم, نعم نعم أستاذ مكسيم أيضا دعنا ننتقل إلى جانب أكثر في البعد السياسي ومع تأكيدنا طبعا إلى أن الكيان الإسرائيلي في أي حال من الأحوال هو تكريس لمشروع استيطاني بمعنى آخر هو احتلال استيطاني هكذا ننظر إليه وهكذا يكرسه التاريخ بكل الأحوال طبعا هذا نحن تحدثنا على جبهه حلفاء امريكا في البند الاول ومحاوله احداث شرخ في هذا التحالف ولكن تواجه روسيا اشكاليه اخرى على جبهه اصدقائها وخصوم الولايات المتحده الامريكيه نعني بالدرجه الاولى هنا ايران وسوريا كلما نشطت التجارب المشتركه معهما توترت العلاقه مع الكيان الاسرائيلي ببساطه لاننا نتحدث عن طرفين متناقضين متناحرين مختلفين لا يمكن الجمع بينهما دعنا نقول ما يجري هو كالتالي استاذ مكسيم الطلعات الجويه الاسرائيليه على سوريا كانت من مظاهر التفاهم الاسرائيلي الروسي ولكن وجود منظومه الاس 300 في سوريا كان من عوامل التوتر مع الكيان إلا أن التحفظ على قرار تشغيله ما زال يشكل عامل الأمان للكيان الإسرائيلي الذي بدأ يهتز البارحة مع ما قاله الإعلام الإسرائيلي عن طبيعة الرد السوري مؤخرا باستخدام هذه المنظومة تتوتر اسرائيل من عوامل كثيره مثل الملف النووي الايراني، الاعتراف الروسي بتنظيمات المقاومه مثل حزب الله وحماس، عضويه ايران في شنغهاي، موقف الحرب من اوكرانيا من ناحيه الدعم الايراني والدعم السوري بالتحديد، كل ذلك يجعل استاذ مكسيم من التناوب بين مراعاة الشروط الاسرائيليه وحسن العلاقه من طرف روسيا مع الصديق السوري والايراني ازمه في صياغه الموقف الروسي، سؤالي بالتحديد استاذ مكسيم هو كيف يمكن لموسكو ان تدير هذا التناقض في علاقتين، علاقه مع ايران وسوريا وعلاقه مع الكيان الاسرائيلي، هذا هو السؤال بالتحديد. أقول وجهة نظرتي، نظرتي نظرة الخاصه لا أمثل النظرة الرسمية أو وجهة النظر الروسية كنت كنت أيضا مع المقاتلين من حزب الله على الأرض على أرض المقاومة وأرض أرض المقاومة сирийское сопротивление ливанское сопротивление иран а такой взгляд أن المقاومة الإيرانية، المقاومة السورية شاركت بالمقاومة وعندما حزب الله حزب الله وإيران وحلفائهم قاموا بتنظيف حمص من الإرهابيين وأنظر كيف يكون الوضع عندما قاموا بإنهاء ال الإرهاب وبفضل بفضل حزب الله وبفضل ايران بدون روسيا وبوجهه نظري ووجهه نظري الشخصيه لعدم تسجيل انتصار وخوفا على الجولان <applause> وسوريا <applause> و... التي هي <applause> ضد إسرائيل ضد إسرائيل, و... إسرائيل كجنوب لبنان هناك علاقات متينة بين روسيا وإسرائيل تقديرك أستاذ <applause> مكسيم لمن ستمنح أو ستعطي موسكو الأولوية في علاقتها لإيران وسوريا أم للكيان الإسرائيلي ايران علاقتها جيده مع روسيا ولكن العلاقات الحقيقيه والاوضح بين اسرائيل وروسيا و والطيران الاسرائيلي الاسرائيلي يقصف سوريا يقصف سوريا بدون توقف ولم ارى اي رد روسي ضد الطيران الاسرائيلي من الاراضي السوريه استاذ مكسيم بجانب هذه العوامل العسكرية والسياسية يراهن الاسرائيلي ايضا على عوامل سيسيو ثقافية سوف نتحدث عنها لتوطيد العلاقة الروسية الاسرائيلية ومنها الهجرات مثلا نناقش ذلك في زاوية في السياق في اتجاهين اثنين أولا موجات الهجرة هل هي عامل طرد أم جذب في مستوى العلاقة بين الطرفين وأي تاريخ ليهود روسيا وسوف نتحدث هنا في البعد السياسي يراهن عدد من الإسرائيليين على موجات الهجرة من روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق لتوطيد العلاقات السيسيو ثقافية لنقل بين الطرفين هذه هي مستويات الهجرة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا منذ عام 1970 ونلاحظ ايضا بانه في الجدول كان هنالك هبوط نسبي واضح في معدلات الهجرة في فترة فلاديمير بوتين ومن جانب اخر قد تعتبر روسيا انها تخسر كتلة سكانية في هذه الهجرات وهذه حقيقة تاريخية بالمناسبة مثلا عندما كانت غولدا مائير أو غولدا مابوفيتش الأوكرانية الأصل سفيرة الكيان في الاتحاد السوفيتي أنذاك تم استدعاؤها لإيقاف نشاطات التحريض على الهجرة من زاوية أخرى يرى الإسرائيليون أن هؤلاء المهاجرين يبثون شكلا من أشكال الشعور لدى الرئاسة الروسية بضرورة الحماية يحاول الاسرائيليون جعل هؤلاء المهاجرين جزءا من الرباط الثقافي الاجتماعي الا انهم اساسا لم يتعلموا اللغه العبريه في الكيان الاسرائيلي ويراهن الاسرائيليون على هؤلاء المهاجرين للتاثير في اقاربهم والمحيط المرتبط فيهم في روسيا لتشجيع المزيد من الهجرات او تغيير المزاج العام في روسيا سال لعاب الاحتلال على الهجرات التي حفزتها الحرب الاخيره في اوكرانيا، وفي سياق ذلك احتاج الاسرائيلي الى دعايه تحفيزيه ما جرفت معها شقا كبيرا من العلاقه مع روسيا، سؤالي استاذ مكسيم هنا كيف يمكن ان تؤثر هذه الهجرات على طبيعه العلاقه بين الطرفين؟ هل تعزز العلاقه بين الكيان الاسرائيلي وروسيا ام تسبب لها شكل من اشكال التوتر ام انها علاقه مركبه؟

واتوجه اليكم كاصدقاء وحلفاء والصديق يقول الحقيقه. جزء من المؤسسه الروسيه هم اليهود الاسرائيليين. الاسرائيليين يملكون اغلى الاماكن والعقارات في روسيا وموسكو ويملكون باسبورات جوازات سفر اسرائيليه. ومقابل الكرملين هناك حي كامل وشقق فارهة يسكن فيها الإسرائيليين الإسرائيليون عادوا من إسرائيل باتجاه روسيا وهناك عدة مواطنين روس إسرائيليين فلاديمير سلابيوف هو صحافي مشهور وهو متكلم باللغة الروسية ويعلم الإسرائيليين اللغة الروسية وهو جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي متقاعد وهو جزء من التلفزيون الروسي الرسمي أنتم مخطئون جزء من المجتمع الروسي لا يؤثر على إسرائيل على إسرائيل وروسيا تحاول والشعب الروسي أن يكون قريبا من شعوب الشرق الأوسط ومع واليهود الذين يعيشون في الشرق الأوسط لكن جزء من الاسرائيليين هم يديرون النظام المالي الاقتصادي ويعتمد على اسرائيل وهم في اسرائيل اشخاص يملكون جوازات سفر اسرائيليه ورجال اعمال وموظفين حكوميين حتى يقال ان لافروف يملك الجنسيه السلام الإسرائيلية السلام والعالم صعب بالنسبة أصعب بالنسبة مما نتصوره سياسة روسيا تحاول تأثير ودعم إيران وسوريا والرئيس الأسد ونرى. أن الرئيس الرئيس الأسد حصل على نتائج جيدة جدا بعد دعم سوريا ولبنان وإيران وعادت العلاقات السعودية السورية بفضل لبنان وفضل المقاومة اللبنانية الرئيس الأسد حصل على دعم العرب أما بالنسبة بالنسبة لروسيا إسرائيل تملك قوة مؤثرة في روسيا حتى الروس الذين هاجروا إلى إسرائيل سافروا وهم بعقلهم قرروا العودة إلى روسيا نعم وأشخاص ممثلين صحفيين حتى وزراء موجودين في إسرائيل نعم و... استاذ مكسيم يعني طبعا هنالك هنالك ثمه تباينات كبيره جدا بين الاطروحات المختلفه التي تعتبر ان هنالك تاثير حقيقي لاسرائيل او الكيان الاسرائيلي داخل روسيا او لا يوجد هذا التاثير بهذا الحجم الكبير وبما اننا تحدثنا اساسا في جانب ثقافي اجتماعي متعلق بروابط الهجره وغيرها نمر على طبيعه النظره العامه ليهود روسيا في روسيا ومن ذلك اقف عند بعض الافكار التي طرحها الدكتور سامي عماره في كتابه موسكو تل ابيب الصادر عام 2021 وفيه في هذا الكتاب اشار الى ادبيات تاريخيه نريد ان نناقشها معك استاذ مكسيم حول يهود روسيا ويتحدث عن اعمال لبوشكين مثل الشال الاسود او الفارس البخيل وقصه سولومون المرابي اليه تناول الادب الروسي لقصص توتر العلاقه بين اليهود مع ايفان الرهيب على سبيل المثال ما قاله المؤرخ بوريس ميرونوف عندما قال إن اليهود يفهمون المساواة بين الشعوب على نحو فريد النمط لأنهم يريدون الحصول على الحقوق من دون الالتزام بأي واجبات إنهم ما إن حصلوا في روسيا عام 1874 على المساواة في الحقوق مع بقية شعوب الإمبراطورية بما في ذلك واجب أداء الخدمة العسكرية حتى سارع ألوف من الشبان اليهود إلى مغادرة روسيا وتوجيه الإهانات إليها بحجة الاضطهاد المريع لليهود أنا أقرأ جزء من هذا البحث أستاذ مكسيم وأريد منك تعليقا في سياق أن هذا التاريخ يتناول إشكالية روسية تاريخية مع أي تأطير سياسي لليهود داخل الدولة الروسية وفي مواجهة الدولة الروسية أريد منك رأيا عن هذا الموضوع أو هذه المقاربة التي طرحت في الكتاب أنتم أو الكتاب في, في, بعد بعد في القرن السابع عشر عندما تم السيطره على اوكرانيا وبيلاروسيا ظهروا اليهود اما في ايام ايفان الرهيب لم يكن هناك يهود في القرن السابع عشر عانى اليهود <سؤال> بقانون معاداه للساميه في القرن السابع وعاشوا حياة بدون أي أي حقوق لكن القيصر ألكسندر الثالث سمح لليهود بالحصول على التعليم أستاذ مكسيم ما دلالة ما دلالة هذا الوجود الكبير في الأدب الروسي ضد التأطير السياسي لليهود، ومن ذلك حتى في بدايات حقبه الاتحاد السوفيتي، المواجهه للتأطير السياسي تحت عنوان البوند. اليهود يملكون دورا كبيرا ايجابيا في الحياه الروسيه والادب الروسي، شعراء وادباء بسير بسترناك وهو يهود بدون هذه الاسماء لا يمكن ان نتكلم على عن الحياه الادبيه لان اليهود شاركوا بدور فاعل في الحياه الادبيه الروسيه بسبب حربكم حربكم مع اسرائيل هناك نظره عربيه سلبيه باتجاه اليهود ولكن اليهود في روسيا ليس ليس هذا هو الموضوع استاذ مكسيم النظره السلبيه هي باتجاه الحركه الصهيونيه وباتجاه مشروع الاحتلال الاستيطاني وليس اليهود كديانه نحن نتحدث عن اليهود الذين جاءوا الى تكريس وتعزيز هذا المشروع الاستيطاني وهنا تكمن النقطه دعنا استاذ مكسيم لنصغ معادله العلاقه وهي الارتباط مع الولايات المتحده زائدا التناقض مع علاقات موسكو الاخرى في سياق روابط الهجرات والجوانب الثقافية زائدا معركه الغاز التي لم نتحدث عنها ولكنها تشكل شكلا من اشكال التضاد بين روسيا والكيان الاسرائيلي تساوي معادله العلاقه الاسرائيليه الروسيه. في فقرة مقاربات ليس خافيا أن ثمة أقلية تحكمت في مفاصل القرار السياسي والاقتصادي في روسيا في حقبة يلسن انتشرت المافيات بيعت مؤسسات الدولة بأبخس الأسعار وظهرت فئة حققت ثراء فاحشا وسريعا منهم رجال البنوك السبعة الذين حرصوا كل الحرص على دعم يلسن البعض يقول أن تلك الفترة كانت حقبة القياصر اليهود والبعض يقول أن أثرياء روسيا الجدد هم قدامى اليهود طالت سيطرة الاوليغارشيا في تلك الفترة المال والسياسة والفن والثقافة والصحافة والاعلام. ميخائيل خضروكوفسكي سيطر على النفط بشركة يوكوس بمبالغ زهيدة في عهد يلسن وجمع المليارات مع مجيء بوتين حكم عليه بالسجن بتهمة التهرب من الضرائب والاستيلاء على اموال الدولة بطريقة غير مشروعة. بوريس بيرزوفيسكي حقق أرباحا من النفط واشترى محطات التلفزة المهمة في روسيا علاقته قوية بالاحتلال كما يذكر في أكثر من تقرير وتقارير تتحدث عن غسيل أموال له في البنوك الإسرائيلية تحول إلى جبهة المعارضة الشرسة ضد بوتين وغادر البلاد عام 2000 وكان مستعدا لتمويل حملة لإسقاط فلاديمير بوتين توفي عام 2013 اوليك ديراباسكا صاحب شركه روسال ويلقب بملك الالمنيوم ويصنف من اغنى عشرين رجلا في روسيا فرضت عليه عقوبات امريكيه وبريطانيه ويعتبر من الشخصيات المقربه لفلاديمير بوتين حسب عدد من التقارير طبعا ثمة اسماء كثيره اخرى تناولتها مراكز الابحاث ووسائل الاعلام ولكن المهم استاذ مكسيم ان هنالك فرضيتين تطرحان في مسار النقاش السياسي إحداهما تقول أن فلاديمير بوتين أجهز على هذه الأوليغارشيا والمافيات ونفذ وعده عندما قال لن يحكم روسيا إلا هيئاتها الرئاسية الرسمية. أما الفرضية الثانية فتقول أن هذه الأوليغارشيا ما زالت قوية وتتحكم في مفاصل القرار السياسي وتضغط على فلاديمير بوتين فيما يتعلق بسياستها الخارجية ومنها العلاقة مع الكيان الإسرائيلي. ما رأيك أستاذ مكسيم في هاتين المقاربتين وأي منهما أقرب وأدق وأقرب إلى الصحة؟ التأثير الكبير على بوتين هو نتنياهو <سؤال> الذي يلتقي فيه عدة مرات أكثر من اليهود الأليغرشيين لماذا no البحث عنهم؟ في في بالطبع الاغنياء اليهود, اليهود امروا نيشطل... الجنرالات نيشتل. وفي عهد بوتين الجنرالات الجنرال الروس امروا اليهود عليكم ان لا تتصوروا روسيا كما انتم تتصورونها <codecodecode> فهي لا تشبه تصوركم كلمة <applause> كلمة يهود هي غير صحيحة لأن هناك يهود منظمين شرفاء وهناك رجال مافيا وهناك روس أيضا شرفاء لا يمكننا أن نقارن بين الروسي وال واليهود نحن روسيا وليس الشرق الأوسط أما الأوليغارشيين طبعا ان كان لهم تاثير على الجنرالات اما في عهد بوتين اصبح تاثير الجنرالات على الاوليغارشيين نعم استاذ مكسيم يعني اي تعبير او وصف في سياق التحليل السياسي على اليهود او غير اليهود هو في سياق التوصيف السياسي فقط في فقره استدلال من واشنطن الى موسكو في حاله المقاربه السياسيه الواقعيه فان انتقال مستويات القوة لصالح موسكو فذلك افضل لشعوب المنطقة وهذا ما نعنيه بالتوجه شرقا ولكن هذا لا يستبدل الحقيقة القائلة بضرورة النهضة الذاتية لشعوب المنطقة. خلخلة الجسر ومصلحة المنطقة هنالك فرصة لكسب الجانب الروسي كما يجب تقديم بوادر حسن النيه لروسيا على روسيا ان تفتح عينيها اكثر على الرهان الخاسر مع الاحتلال الاسرائيلي. أستاذ مكسيم شفشنكو كل الشكر لك على مشاركتك القيمة أعزائي المشاهدين نلقاكم في معادلة مقبلة أستودعكم السلامة